عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ بص، عشان السؤال ده اتسأل في الكورس كذا مرة، انا مش عارفة الناس المشكلة عندها ايه، بس هحاول اعمل الفيديو ده لاصحابنا اللي معانا في الكورس. اول حاجة انا بخش على جوجل وبسجل عادي خالص الايميل بتاعي وبكتبه، بدخل على الجزئية دي، انا مش عارفة انتوا شايفينها ولا لا معايا. ثواني، ايوه بدخل على الجزئية دي اللي هي خاصة بالابليكيشن كلها بتاعت جوجل، وبنزل لتحت كده وبدور على حاجة اسمها كلاس روم وبفتحها بالطريقة دي كده. ودي الجزئيه اللي مستر عمرو حاطط فيها الكلاس روم بتاعته، تمام. بفتح الجزئيه دي كده، تمام، بفتح الجزئيه اللي هي على اليمين دي اللي هي الكلاس، وبسيب ستريم دي وبخش في كلاس وورك. زي ما انتم شايفين كده، دي كل ده الكورس بتاعنا كله، تمام. دي الماتيريال كلها بتاعت الكورس لغايه السيشن مثلا 10 اللي احنا واقفين فيها. انا مش عارفه الموبايل ايه المشكله فيها لو هو مش بيطلع بالطريقه دي، بس اكيد هو بنخش سيشن سيشن. فمثلا سي لو الناس عايزه تنزل السيشن نمبر 1 ريسورسز، بتخش تتك عليها كده، تمام، زي ما انتم شايفين كده بتطلع موجوده على اللابتوب بالطريقه دي. ببتدي اعمل ايه؟ بعمل كليك يمين كده واقول له ايه، اوبن لينك ان نيو تاب. ليه؟ عشان اقدر افتح كله مع بعض. بصوا كده المنظر ده هيحصل ايه، فتحتها، تمام. واللي بعديها ممكن افتحها بنفس الطريقه، اوبن لينك ان نيو تاب، تمام. وافضل ماشيه كل واحده لوحدها وبالراحه كده، اعدهم، دول كام عددهم، كام مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. فهم ال 19 دي كانت اكبر ماتيريال احنا اخدناها تقريبا. فببتدي اقف عليها تاني كده بالراحه من فوق، وابتدي اقول له ايه، هنا اهو بيقول لي ايه، داونلود، اهي كلمة داونلود اهي، او كلمة برنت. فانا هقول له داونلود، تمام. هو نزلها تحت هنا اهو، يعني انا لو شفت المنظر التاسك بار عندي هنا اهو، ده الشريط ده، نزلها. افتحه كده واقول له شو ان نيو فولدر، وابتدى هو يحطها لي في الداونلود، تمام. انا بقى ممكن افضي الداونلود عندي بحيث ان انا انزل ماتيريال، انزل السيشن الاولانية واحطها. يعني انا مثلا هوريكم مثلا السيشن بتاعتي عاملاها ازاي، عاملة فولدر باسم مستر عمرو، وحتى السيشنات اهي 1 2 3 4 5 6 بنفس الطريقه. انزل اعمل فولدر الاول وانزل السيشن. طب اعمل فولدر ازاي عشان الناس برضو اللي ايه اللي مش عارفه تعمل فولدر، خلينا نعملها على الديسكتوب مثلا عشان تشوفوها. بعمل رايت كليك وانزل نيو فولدر واسميه مثلا مستر عمرو كورس مثلا، تمام. وبعدين ابتدي اخش جوه واقول له نيو فولدر تاني واسميه سيشن 1، وانقل الحاجه واحده واحده. ادي سيشن 1، تمام، سيشن اهي ورقمها مثلا سيشن 1، واروح جايه فاتحه كده واخد من الداونلودز بتاعتي اللي انا نزلته اهو مثلا، واقول له ايه كات، اقطعها لي مثلا، واروح للفولدر بتاعي هنا واقول له ايه بيست، تمام. انا كده بنظم الدنيا. يا رب يكون الفيديو بس ساعدكم شويه. انا اسفه على الموبايل، انا عشان مش بتعامل مع الموبايل، فممكن حد بس يقول لي ايه المشكله في الموبايل ونحاول نشوفها سوا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.